الخميني. وانا عايز اقول لكم حكايه طريفه، كانوا دعوني للقاء تلفزيوني في قناه العالم اللي هي قناه ايرانيه، وكان معايا من طهران الشيخ تسخيري محمد علي التسخيري، وانا هنا من القاهره، وكان اياميها هم طلعوا كتاب اسمه فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب، بيحرروا تاريخ قتل سيدنا عمر، لانه بيقولوا في هذا الكتاب ان عمر اكبر صنم عرفه التاريخ، وان عمر وابا بكر سقوا السم لرسول الله فقتلوه، وان عمر سقى السم لابي بكر فقتله، وان قتل عمر ده كان باتفاق بين ابي لؤلؤه المجوسي وبين علي بن ابي طالب، وان علي طير ابا لؤلؤه بمعجزه من المدينه الى كاشان في ايران، وقبر ابو لؤلؤه في ايران يزار ويطوف حوله العمائم الى الان، ويقولون في هذا الكتاب ان كاشان حدث لها عده زلازل دمرت كلها الا قبر ابو لؤلؤه، وان عيد قتل عمر ده اسمه عيد السرور، وحوالي 13 اسم من الاسماء الجميله ليوم قتل عمر، وان الله يرفع القلم عن عباده 3 أيام في ذكرى قتل عمر ليفعلوا ما يشاءون. كل ده في الكتاب. فانا الكتاب كان مطبوع في لبنان وعرض على مجمع البحوث الاسلاميه، ومجمع البحوث احاله علي، كتبت عنه تقرير ونشرناه ملحق لمجله الازهر، افتراءات شيعيه على عمر بن الخطاب، وقعدنا نشره في دار السلام. فانا في اللقاء التلفزيوني مع الشيخ تسخيري مسكت الكتاب وقلت له يا شيخ تسخيري هل هذا يصح ان يقال على عمر بن الخطاب؟ فهو على التلفزيون قال هذا رجل سفيه، اللي كتب هذا الكلام رجل سفيه. قلت له طب وما رايك في الخميني وهو يقول في كتاب الطهاره عن طلحه والزبير وعائشه ومعاويه انهم اخبث من الكلاب والخنازير؟ قال لي في خطا في الترجمه. قلت له ده مطبوع في طهران في مؤسسة نشريات الإمام الخميني، تراث الإمام الخميني. فبص للمذيع اللي هو بيدير الحوار قال له أنت خليت الدكتور عمارة يدخلنا في موضوعات، قال له ما أنا حاولت أوقفه ما عرفتش، كل ده على الهوا، يعني كل ده على الهوا. ده أنا يعني إيه قلت لكم الطرفة دي عشان أقرأ لكم اللي كاتبه الخميني عن الصحابة. يصف عائشة والزبير وطلحة ومعاوية بأنهم أخبث من الكلاب والخنازير، ده في كتاب الطهارة. وبيتكلم عن الصحابة اللي هو النص اللي أنا سبق قلته لكم، والصحابة لم يكن لهم هم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن، وقد اتخذوا القرآن مجرد زريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة، وقد سهل عليهم إخراج آيات القرآن التي كانت تدل على خلافة علي وعلى إمامة الأئمة، وكذلك تحريف الكتاب السماوي وإقصاء القرآن عن أنظار أهل الدنيا على وجه دائم، بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن والمسلمين إلى يوم الدين، وإن تهمة التحريف إلى آخر الكلام اللي أنا سبق قلته لكم. طبعا تكفيرهم للصحابة ولمن والى الصحابة، وذلك أنا قريب كان عندي برنامج في قناة الشريعة والحياة في القناة الجزيرة، هم دايما يقول لك المكفراتية، يعني على الجماعة السلفية اللي بيكفروهم. قلت لهم أنتوا أكبر مكفراتية في التاريخ. طب إذا كان السلفية بيكفروا مجموعة من الناس، قلة من الناس، أنت عندما تكفر 90% من المسلمين عبر الأجيال 15 قرن، هذا لم يحدث، لم يحدث من أعداء الإسلام أنهم حكموا على المسلمين هذا الحكم. شوفوا بقى العنصرية، التكفير، التكفير عبارة عن إيه؟ إقصاء، أنك بتنفي الآخر، لا تعترف بوجوده في الإسلام. ينسبون إلى الإمام الرضا إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيره إلى يوم القيامة. هل في تكفير أكثر من هذا؟ يعني هم هنا عملوا فصال ومفاصلة في الدين، بيقول لك ليس على ملة الإسلام غيرنا، يعني معنى ذلك إن إحنا مش مسلمين، يعني معنى ذلك بيعتبروا نفسهم دين مش مذهب داخل المذاهب الإسلامية.
الشيرازي، محمد الشيرازي، بقول إن من جحد إماما من الأئمة الاثني عشر هم كمن قال إن الله ثالث ثلاثة. الخوئي وده ميت سنة 92، يعني ده أحدث المراجع بتاعته، يعني الخميني مات 89، ده ميت 92، ده كان أكبر المراجع في العراق وغير العراق. بيقول إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. شوفوا بقى كمان العنصرية تصل إلى درجة إنهم يشككوا في طهارة مولد أي بني آدم غير الشيعة. مش هم قالوا على عمر إنه جن لأنه ابن زنا، شرك زنا، شرك مع الشيطان؟ فبيقول الشيخ المفيد اللي هو شيخ الطائفة: إنه ليس أحد طاهر المولد وليس أحد على ملة الإسلام إلا الشيعة. الأشاعرة، احنا بنقول الأهل السنة 90% من المسلمين، الأشاعرة والماتريدية 99% من أهل السنة، ماذا يقولون عن الأشاعرة اللي هو احنا منهم؟ نعمة الله الجزائري يقول: فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح، بل عرفوه بوجه غير صحيح، فلا فرق في معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار. فالأشاعرة ومتابعوه أسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى، ولقد تباينا وانفصلنا عنهم في باب الربوبية. في باب الربوبية شوفوا بيضيف يقول إيه: وإننا لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، يعني مفصلة حتى في الألوهية، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.